اهلا بكم وفيديو جديد. معاكم امير اسعد من قناة ديكور ورسم. النهاردة معانا شغل لتركيب بديل الخشب على عمود زي ما حضراتكم شايفين، وعمود عريض، بحيث ان انت لو عندك شكل العمود ده هتنفذ وده الشكل اللي هيطلع لك، ولو انت عندك عمود اعرض برضك انا جايب لك فكرة نفس الفكرة بتبقى على عمود اعرض. طبعا مهم يكون التقفيل مظبوط زي ما حضراتكم شايفين، سواء فوق وتحت، لان موضوع التقفيل دوت بيفرق جدا في الشكل زي ما حضراتكم شايفين. لو عمود بارز بالطريقة ديت ومش بيبقى عريض، ممكن نعمله الفكرة دي اللي احنا بنجيب بديل الخشب. بديل الخشب ده 20 سنتي البي في سي، مستورد ب450 جنيه. انا مش ببيع، انا فني تركيب بس انا بقول لك الاسعار اللي انت هتلاقيها. ده يعتبر اعلى جودة في السوق، اللي هو ب450 20 سنتي. ببدأ اقطع بقى، باخد الجناب الاول. شغل العمدان بيبقى مهم جدا اللي انت تظبط الزاوية زي ما هوري لحضراتكم كده. ببدأ اقطع على قد الجزء اللي انا محتاجه. ظبطت وش العمدان هنا، مهم جدا قبل ما تشتغل تظبط الجناب والوش قبل ما تركب زي ما حضراتكم شايفين. انا بظبط كده وبعمل مكان للزاوية عشان قصادها يبقى نفس المكان، فده طبعا بياخد وقت لحد ما بتجمع الزاويتين يبقوا لو هما ساقطين في الداخل شوية يبقوا زي بعض، لو هما بارزين على مربعات يبقى بارز. لازم تتظبط الاول عشان ييجوا زي بعض، وتقطع خشب لحد ما تجمع الزاوية مظبوطة. ببدأ بعد كده بقى اخد مقاس الزاوية واقطعها زي ما حضراتكم شايفين. بحط سيليكون عظم تركي، ده سيليكون عظم تركي السعر بتاعه من 100 ل 120 جنيه حسب المكان اللي انت هتشتريه، بس هو انضف حاجة ممكن تشتغل بيها السيليكون العظم التركي. زي ما حضراتكم شايفين بدأت اثبت اول زاوية، والجزء التاني بثبت الزاوية التانية. طبعا يفضل القطعة مكان القطع اللي انت عملته تخليه من تحت علشان من فوق يكون قطعة الشركة، او زي ما هو جاي كده بيكون قطعته مظبوطة جدا احسن من قطعة المقص بتاعتنا. ببدأ اثبت الزاويتين كويس جدا. بعد كده بكمل بقى الجزء الاخير زي ما حضراتكم شايفين بشريحة بديل خشب رفيعة، وطبعا بضغط كويس جدا. ومهم جدا تقطيع وظبط المقاسات بيفرق جدا في الشغل زي ما حضراتكم شايفين. انا هنا عامل الزاويتين زي بعض ونفس الشكل في الزاوية دي، نفس الشكل في اللي انا عامله ساقط، والجزء التاني برضك عامله نفس الفكرة عشان ما ينفعش يكون غير كده عشان الشكل. ممكن تتعبك شوية في التظبيط في الأول بس شكلها بتبقى ممتاز جدا. ببدأ أفنش وأشيل كل الستيكر اللي على الزاوية الستيل، وبتنضف طبعا بديل خشب بيديك الشكل اللي قدام حضرتك كده. طبعا الزاوية الستيل ديت هتلاقيها في حدود 70 جنيه، بديل الخشب هتلاقيه في حدود 21 سنتي في حدود 400 جنيه، السيليكون في حدود 100 أو 120 جنيه. طبعا شكل التقفيل لما بيكون مظبوط بيظهر الشغل زي ما حضراتكم شايفين كده، وشكل طبعا العمود بشكل جمالي بدل ما هو شكله شبه عيب كده في المكان. طبعا بتركب الزاوي والخشب بديل الخشب حسب الألوان اللي عندك. بنيجي للعمود التاني، والعمود التاني بيكون مختلف شوية في المقاسات. بنبدأ ناخد الشريحة بديل الخشب مقاساتها، وبنبدأ نقطع بالصاروخ زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده بنقطع برضك الشريحة على الجزء المطلوب من الجنب، سواء نص البديل خشب أو تلته أو تلتين بديل خشب حسب المقاس. فأنا قطعت على قد المقاس وببدأ أضغط وأثبت كويس جدا. وبرضك ظبطت وعملت حساب موضوع الزاوية.
يعني موضوع الزاوية ده مهم جدا. بوزع سيليكون عظم تركي زي ما حضراتكم شايفين، وببدأ أثبت. طبعا العمدان دي كانت فيها عوجات كتيرة جدا، حتى بين الجزء الفاتح اللي في الزاوية، الجزء اللي تحت كبير واللي فوق صغير. ببدأ أظبط أنا شغلي عشان لما تيجي الزاوية تداري كل ده. بثبت القطع بتاعي بديل الخشب واضغط عليها كويس جدا، ولو في شريحة صغيرة عايز أكمل بروح قاطع شريحة مثلا مربعة أو أي جزء من بديل الخشب عشان أكمل العمود بتاعي والزاوية تيجي في مكانها المظبوط. طبعا بملاها سيليكون عظم تركي زي ما حضراتكم شايفين، وببدأ أثبتها كويس جدا في الجزء المخصص للزاوية اللي أنا يعتبر خلقته لها علشان يبقى يمين زي شمال. طبعا مهم تحط اللزق دوت عشان تنشف على وضعها، ما تجيش تسيبها كده أو تفك منك. زي ما حضراتكم شايفين كده الجنبين عملناهم نفس الشكل. بعد ما السيليكون بدأ ينشف وعضم، ببدأ أشيل كل الستيكر اللي أنا حطيته، وببدأ بعد كده أفنش الحائط زي ما حضرتك شايف كده، وببدأ أنضف بقى البديل. الخشب ده بينضف بقطعة قماش ومية، حاجة بسيطة جدا، وبينضف يبقى 10/10، مش محتاج أكتر من كده. زي ما حضراتكم شايفين كده ببدأ أفنش الحائط وانضف اي تراب من عليه عشان يظهر. وبكده نكون خلصنا الحائط بتاعنا، وبعد ما حطينا الكراسي شكله بقي ممتاز جدا. العمدان دي ما كانتش مظبوطة، بس بعد ما ركبنا بديل خشب والزاوي شكلها بقي ممتاز جدا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك. لو انت مهتم بمجال الديكور والديكور الحديث، اشترك معنا في القناة وفعل الجرس ليصلك كل الفيديوهات الجديدة. أشوفكم على خير الفيديو القادم إن شاء الله.